من أجمل الأحلام اللي ممكن الإنسان يحلمها هو أكل السمك. من أفضل الرؤية إن الإنسان يصطاد، يرى إنه يصطاد السمك أو يأكل السمك. قبل ما أقول لك تفسير الحلم ده، عاوزك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم رؤيا خير فليخبر بها من يحب، ومن رأى دون ذلك فلا يخبر بها أحد، فليستعذ منها ومن شرها إنها لن تضر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلم السمك، أولا كده حلم إن الإنسان يصطاد سمك من أجمل الأحلام اللي ممكن يراها الإنسان. إن رأيت نفسك بتصطاد سمك، اعلم إن أنت ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب، رزق وفير مال. لو رأيت إن أنت في بيتك كده بتشوي سمك وبتسويه طعمه جميل، فاعلم ان البيت ده هيبقى فيه بركة وسعادة وهنا. لو البيت ده بتحلم ان انت تقلي السمك، فاعلم ان انت مقربة الى قلب زوجك ويحبك، وبيتك فيه خير وسعادة. من اجمل الاحلام اللي ممكن الانسان يحلمها هو صيد السمك واكل السمك وشويه او طريقة طهيه باي طريقة. لو الانسان مننا رأى سمك جهزه والسمك ده تعفن او باظ او بياكل فيه، لقى في شعر او دود، فيعلم ان في شيء هيحصل في البيت ده من شر والعياذ بالله. او انسان تاني يرى انه يصطاد سمك والسمك اللي بيصطاده يطلعه يلاقيه ميت او متاكل منه شيء، يعلم ان في حد يحاربه في رزقه وهيحصل تعطيل عنده في امر ما. كل هذا هو الله اعلى واعلم، فخذوا من الرؤيا ما هو خير، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.